تواصل فعاليات المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي. مصر وتونس والجزائر تؤكد رفضها التام لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي الليبي. عقب استهداف مطار أبها، نائب وزير الدفاع السعودي يتوعد بمواجهة الحوثيين بكل حزم. الخامسة صباحا، الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز الأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. تتواصل بمدينة شرم الشيخ لليوم الثاني على التوالي فعاليات المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان الرئيس السيسي قد أكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى على ضرورة تكاتف الجهود بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول. جددت مصر وتونس والجزائر رفضها التام لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي الليبي ودوره في تأزيم الوضع بالبلاد. وأكد وزراء خارجية البلدان الثلاث في بيان عقب اجتماعين في تونس التزامهم بالعمل سويا لإقناع الأطراف الليبية بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، مشددين على أهمية الحفاظ على المسار السياسي ودعمه كسبيل وحيد لحل الأزمة في البلاد. أكدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أهمية إتاحة الفرصة للشباب الواعي للإعلان عن أنفسهم من خلال الفنون الراقية التي تشكل أحد أهم مسارات بناء الإنسان وتطوير المجتمع. وخلال إطلاق فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف، كشفت عبد الدايم عن إعداد الوزارة برنامجا حافلا خلال فترة الصيف يعمل على تنمية الوعي والارتقاء بالوجدان، ويشمل أنشطة متنوعة قادرة على جذب الجمهور ومجابهة الأفكار المتطرفة بمختلف المحافظات. توعد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بمواجهة جرائم ميليشيا الحوثي بحزم وصرامة عقب استهدافهم مطار أبها جنوبي المملكة. واعتبر المسؤول السعودي في سلسلة تغريدات على تويتر أن استهداف المطار تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها، مشددا على أن المملكة ستردع كل من يحاول المساس بأمنها ومصالحها. يمثل اليوم رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد الملك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس أمام قاضي التحقيقات في اتهامات فساد. وكانت المحكمة العليا أمرت بحبس رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي يواجه تهمة إهدار المال العام، إلى جانب منح صفقات وامتيازات غير قانونية لصالح عدد من رجال الأعمال. وتم إيداع أويحيى في أحد السجون بالعاصمة الجزائرية وسط حراسة أمنية مشددة. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.